تعرف على طريقة وكيفية اختصار نطق ادخال لوحة المفتاح بصوت عالي، نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على امكانية الوصول، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ضبط المتقدم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على نطق ادخال لوحة المفتاح بصوت عالي، وهنا سوف نقوم بالضغط هنا على اختصار نطق ادخال لوحة المفتاح بصوت عالي. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.